سرقتكم فيديو. بس نتحدث عن الشوك ويف. احنا حكينا عن الشوك ويف، شفتوا المحاضرة السابقة والفيديوهات؟ اريد احد من عندكم يجاوبني، يقول لي شنو يعني شوك ويف؟ يعني تغير بالسرعة والكثافة. تغير بالسرعة؟ بالحجم وذن يعني اكتشف الباراميتر. زين باو حيدر، هو البارامترز وحده مرتبطه باللخه، وحده تتغير كلها يتغيرن. فاني شنو مفهوم من واحد يقول لك اني صار عندي شوك ويف بالستريم مالتي؟ ها طلع محمد حكمت، يلا بس تو اجي قبل السؤال. يلا محمد حكمت، شنو يعني واحد يقول لك اني عندي شوك ويف، صار عندي شوك ويف بستريماتي؟ دكتورة يعني عندهم نفس اللو بس تغير بالكثافة يصير بالدنسيتي؟ ليش؟ يعني يصير سبب يخلي السيارة مثلا توقف أو هيك شيء؟ اي يعني هسه احنا تدرون هسه بهذا الرسم اللي حكينا بيه ذيك الساعة ايش قلنا؟ قلنا هنا يعني هسه احنا هذا الكيو مثلا كيو ات بي عندهم نفس الكيو بس الدنسيتي مالتها مختلف، هذه الكيو الدنسيتي مالتها مختلف. زين فهل هذه تعتبر شوك ويف؟ سيارة وقفت، نعم تغير صار عندي تضييق بالطريق، سيارة وقفت، ممكن الترافيك لايت تعتبر شوك ويف. بالمناسبة الكيو تغير من الكيو الاعتيادي إلى كيو إكوال زيرو، فيصير عندك شوك ويف. الشوك ويف هي سرعة، الشوك ويف هي سرعة velocity، الشوك ويف هي صدمة تأثر على الفيلوسيتي دا يمشي بها السائق. والدليل قلت لكم ذيك المحاضرة هي البريك، من يشتعل البريك معناته شنو؟ دا تقل السرعة، إذا هي فد صدمة دا تأثر، أنت دا تصير تسافر بترافلينج آت يعني certain speed وتضطر تخفف هاي السرعة لأن اللي قدامك بدأوا يتكتلون، بدأت تتغير الدنسيتي مالتهم. أنتوا نفس الكيو بس بدأت تتغير الدنسيتي مالتكم، إذا صار عندك شنو؟ صدمة حاليما حتأثر على السرعة مالتك، حتقللها من دا تدوس بريك انت دا تقل، يعني انت دا تمشي بسرعة 60 وتدوس بريك حتصير 45، فمعناته الشوك ويف مالتك ايش قد؟ خمسطعش، مو؟ شوك ويف معناها 15. زين اكو شوك ويف هاي يسموها عكس اتجاه السير، اكو شوك ويف مع اتجاه السير؟ اي نعم. مثلا انه دا يمشي مثلا نفس المسار مالته يعني الطريق، فالحادث مثلا او فد شيء عائق يعيقه فراح يقلل السرعه مالته. إيه هاي عكس اتجاه السير، يعني السرعة تقلل. هل أكو صدمة تزيد السرعة؟ يعني إحنا أكو فورورد وأكو باكورد شوك ويف، هذا السؤال جبت لكم إياه بالامتحان. شنو يعني فورورد ويعني معناته شنو؟ أنا من أقول لك فورورد شوك ويف أو أنت تحل وراها تقول لي أنا طلع الناتج عندي فورورد شوك ويف أو باكورد شوك ويف؟ تحرك يعني بالازدحام يقوم يطلع لي الدم في السيارة أسرع شوي تزيد سرعته. Yes good، هذا يسموه forward shock wave، من يطلع مثلا من السيطرة وقدامه مسافة فارغة أو تطلع من الترافيك لايت تلقى تقاطع فارغ فتبجي تسوي acceleration، هذا acceleration هو شوك إلك، فزيادة السرعة تطلع الإشارة موجبة، من تحل يطلع لك الإشارة موجبة، فأنت تقول له forward
يعني فورورد شوك ويف، وإذا طلعت لك الإشارة سالبة مثل ما قلت أنا يصير عندي تضييق بالطريق، يصير عندي حادث، يصير عندي سيطرة، and even red sign يعني حتى إذا وقفت بإشارة حمراء فمعناته أنت دي يصير عندك شوك ويف. شوك ويف الحالة بيها الكيو دي يصير صفر يعني.